السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم دجاج محمر بواحد الطريقة سهلة وبسيطة. كيبقى محتفظ بالشكل ديالو، ما كيتهرسش، خصوصا للمبتدئات اللي ما كينجحش معاهم. غادي نحتاجوا الدجاج اللي مغسول ومنقي بالحامض والملحه بطبيعه الحال، ومسقطر مزيان من هذاك الماء، كيكون على حسب عدد الاشخاص. انا مستعمله الكوكلي. غنحتاج في الشرموله 2 معالق صغار من الخردل او ليمونطاد، 2 معالق صغار من صلصة الباربيكيو، في العطرية عندي سكينجبير 1 معلقة صغيرة، 1 معلقة صغيرة من الخرقوم البلدي، الكركم، القليل من الفلفل الأسود البزار، 1 معلقة صغيرة من المروزية ديال الدجاج اللي كتاع جاهزة، قزبور ومعدنوس مقرد رقيق تقريبا 1/4 معلقة كبار، ثومة مطحونة 3 الفصوص، ودامتي وحدة ديال الزعفران الحر، بصلة وحدة محكوكة. غنحتاجو في الحشوة شوية ديال الفطر مقطع طريفات صغار، والشعرية ديال الروز اللي حتى هي مسلوقة ومقطعة بالمقص. غادي ناخد واحد الإناء كبير اللي غادي نخلط فيه الشرمولة ديالي. غندير فيه الثومة، الربيع، سكينجبير، الزنجبيل، الخرقوم، الكركم، الفلفل الأسود، والمروزية ديال الدجاج 1 معلقة صغيرة من كل حاجة. كنستعمل ديك الملعقة اللي كتكون صغيرة الحجم. الان غادي نزيدو 2 معالق صغار من الخردل اللي كيتواذب بواحد الشكل عجيب مع الدجاج، كينسمو كيعطي واحد الهشاشه وواحد البنه اكثر من رائعه، وكيزول لي حتى بقات لينا شي ريحه ديال الدجاج كيحيدها، كيقضي عليها بشكل نهائي. وغادي نزيدو 2 معالق صغار من صلصه الباربيكيو اللي حتى هي كتعطي النكهه ديال الشوى وكتعطينا واحد النسمه رائعه. غادي نضيفو على هاد الشي كامل واحد الضامتي ديال الزعفران الحر. تقدروا كذلك تزيدوا واحد شويه لب ديال الحامض مصير، وتقدروا تضيفوا حتى شويه القرفه. غادي نضيفو ديك الضامتي ديال الزعفران الحر، غادي نحاولوا نحكوها بين يدينا مزيان مزيان باش كتنسجم ليا مع العطريه. وغادي نخلط هاد الشي كامل بيديا مع شويه ديال الماء تقريبا 1/2 كاس، وما ننساوش نضيفو هذيك البصله اللي كتكون محكوكه. نزيد واحد الطريقه ديال الملحه، غير واحد الشي شويه حيت هادشي كامل اللي درنا فيه الملحه. وغادي نخلطو كلشي بالماء، نص كاس ديال الماء. من الاحسن ديرو يدينا باش كنتحكموا فيها وكتندمج مزيان. كيف قلت لكم تقدروا تزيدوا اللب ديال الحامض، ربع حامضه مصيره، وتزيدوا واحد شويه ديال القرفه مطحونه، وكذلك شويه ديال الهريسه. بعد ما كنسالي كنقسم الشرموله ديالي على 3، نص غادي نشرمل به الدجاج، واحد الربع غادي نصوب به الشرموله ديال الدجاج اللي غادي نوجدوها بوحدها. غادي ندير دابا الحشوه في النص ديال العطريه اللي خليت، غادي نضيف الشعريه، غادي نجيبو الدجاج ديالنا اللي كنكونو غسلناه من قبل بالماء والحامض والملح والسكينجبير، وخلينا حتى تسقطر مزيان. غادي نشرملوه بديك العطريه ما بين الجلده والعظم وفي الصدر. كنشرملو الدجاج ديالنا مزيان، الا كان عندكم الوقت من الاحسن تخليوه يتشرب هاد التوابل هادي في الثلاجه واحد نص ساعه. بعد ما كنشرمل الدجاج ديالي كناخذو كنعمرو بهذيك الحشوه اللي وجدت، وكنسدو كندخشي لي رجيلات ديالو في هذيك الثقبه اللي كتكون لتحت. هاد الدجاج اللي كيطيب في الفرن ما كيحتاج كاع اننا نديرو له الخيط، كيبقى شاد الفورمه ديالو. ودابا ملي كنسالي كنكون مسخنه الفران مزيان، كندخل ليه الدجاج ديالي بعد ما كنغطيه بورق الزبده من الفوق غير باش ما يتحرقش ليا. غادي نغطيه وغادي ندخلو للفرن اللي سخنتو من قبل، كيكون شاعل من الفوق والتحت. ملي كندخلو الفرن ساخن كنقص لتحت، كنخليها متوسطه حتى كيطلق الدجاج الماء ديالو، عاد كنديرها مجهده باش كيطيب مزيان وكينشف من هذاك الروه. ومن بعد ملي كيطيب كنعري عليه باش كيتحمر له الوجه ديالو. غادي ناخدو هذيك الكبده والقنصه، كنديرو الماء في الكاسرونه. هنايا عندي الكبده والقنصه وهذوك العنيقات قطعتهم طريفات صغار بعد ما غسلتهم، كنديرهم في واحد الكاسرونه فيها الماء، وكنزيد عليهم شويه ديال الخل الابيض مع شويه ديال عصير الحامض،
كنديرو فوق نار متوسطه، كنخليهم حتى كيتسلقوا، منها كتزول منهم هذيك الزفوره اللي كتكون فيهم، وكيطيبوا لينا مزيان. كنحط ديك الساعه كنديروهم مع البصل اللي غادي نوجدوها، نوريكم الطريقه ديالها. كيطيبوا دغيا، ما كياخدوش الوقت بزاف. الان غادي نوجدوا المرق. عندنا جوج بصلات كبار مشلضين رقاق، نديرهم في واحد الطنجره او مقله، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الملحه، ربع كاس ديال خليط زيت الزيتون وزيت نباتيه، وكنحطهم فوق نار متوسطه مع التحريك المستمر. غادي نخليهم على نار متوسطه، مره مره نحركهم، وكنغطيو على البصله باش دغيا كتنزل وكتهبط بسرعه، كطيب حتى كتشحر. عاد غادي نكملوا الطريقه. كيف كتشوفوا البصله راه بدات كتحمر، كنبقى نحرك فيها ونار كتكون مهيله باش ما تحرقش، وكنغطيو عليها بواحد الغطاء باش دغيا كتساعد كيهبط على هذاك البخار وكطيب. الان بعد ما كتنزل ليا البصله مزيان وكطيب، غادي نزيد عليها ديك الكبده مع الكانصه والعنيقات اللي سلقناهم، وغادي نزيدو ديك الشرموله اللي خلينا في الاول مع واحد نص كاس ديال الماء، اولا نص كاس من مرق ديال الدجاج، كيكون الدجاج طاب في طاب وطلق الماء كناخدو منه كاس. وكنحرك كلشي مزيان، كنخليه كيطيب على نار مهيله حتى كطيب ليا البصله وكتعلق هذيك المريقه، كتولي عندي مدغمره. عاد غادي نطفي عليها. هنا البصله ديالي بعد ما وجدات كتكون طابت، اللون ديالها كيتغير وكتنزل مزيان، كتدبل ما كتبقاش باينه البصله. كنضيفوا عليها الزيتون احمر، ما تضيفوش الخضر، الاحمر كيجي معاه احسن. كنحركوا واحد شويه وكنطفيو عليها، صافي وهي واجده. الدجاج ديالي بعد ما كيطيب وكيتحمر خرجتو من الفران. الا بغيتو يجيكم محمر اكثر من هكا، كدهنوه بشي ديال الزبده مع صلصه الباربيكيو والهريسه، وكتعاودوا تدخلوه يتحمر. ديك المريقه كتجي معلكه، كتجي مدغمره كيف كتشوفوا، ولذيذه بزاف. دابا كنحطوها في واحد، كنقدموا على حسب الرغبه، ممكن تفرشوا لي الخس وتحطوا فوق فراش الخس، وكتقدموا هذيك المريقه في الزليفات، اولا كتخويوها في التبصيل وكتحطوا فوق منها الدجاج الطريقه العاديه، وكتزينوا بالحم مصير. الطريقه كتبقى اسهل وابسط والد، كتجي لذيذه بزاف، جربوها. والدجاج دائما اختاروا الدجاج اللي يكون متوسط الحجم، يكونش كبير بزاف، باش كيجي مشارب العطريه وكيجي فتي ورطب في الماكله. والعماره راه كتبقى اختياري، الا ما بغيتوش تعمروه راه كتحضروه عادي بحال الطريقه ديال الدجاج محمر العاديه، فقط عوض نحضروه في الطنجره ونديروه في الفران، كتبقى طريقه اسهل. وكنحطو في الجنب دوك الدجيجات ديالنا اللي طابو وتحمرو، وكنقدموه بالصحه والراحه. وديك المرق اللي كيبقى عندي في اللاطه كندير فيه ديك الشعريه اللي بقات شاطت ليا وبخرتها، وغادي نديرها فيه باش كتشرب هذيك بالنسبه لديك الشعريه اللي بقات عندي شاطت ليا في الحشوه ديال الدجاج وبخرتها، ومن بعد كندوزها في هذا المرق ديال الدجاج باش كتشرب وكتجي من السما. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا ديال اليوم، كيجي لذيذ بزاف وكيحتفظ بالشكل ديالو، بالفورمه ديالو كتبقى مقاده، ما كنخافوش منه انه يتهرس او ما يجيناش هو هذاك في التقديم. كنقدموه حنا، كنحضروه حنا مطمئنين في التقديم ديالو، غادي يجي ممتاز. وحتى التوابل اللي عطيتكم الطريقه باش حضرناه راه كيجي اكثر من رائع، جربوه ان شاء الله يعجبكم وتبقى الوصفه معتمده عندكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك، وتشتركوا معي في القناه، وتشاركوا الفيديو مع الاصحاب والاقارب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.